امام ثلاث مدافعين عبد النور يتمكن من وضع الكره يعني داخل الشباك. يعني لقطه جميله بين يعني تمريره غلام من نحو يعني نحو محرز، يعني دخول محرز قطع يعني الكره للمدافع، ويعني ودمت كره رغم كان ضد ثلث مدافعين، لان السوداني يعني عرف كيفاش يستغل الكره ويسجل اول هدف. واحد من رد فعل فريق كينيا في هذه اللقطه وتدخل الدفاع، تدخل المنتخب الوطني هذه المره على الجهه اليسرى، ثم الانطلاقه وحاولت التسديد ورفع الكره ممتازه، وهدف التعادل بطريقه رائعه جدا، يتمكن هذا اللاعب من تعديل النتيجه بطريقه وبكيفيه رائعه في الدقيقه 15 بلقطه تقريب 5 دقائق على المرحلة الأولى، النتيجة تبقى متعادلة في الوقت، فيه محاولة صعبة والهدف الثاني. لا 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 لا، وكأن دفاع المنتخب الوطني غائب تماما، سهل الكرة من اللاعب يتوغل ويوزع الكرة سيلا إدريسا، واللاعب دون مراقبة يتمكن من توقيع الهدف الثاني في الدقيقة الأربعة. ما هي الخلاصه لمباراه اليوم؟ يعني خلاصه المباراه ان الفريق الوطني لعب على فيه على مراحل، يعني دخوله بالقوه في المقابله الاولى في الدقائق الاولى، بعد نهايه الشوط الاول ما كانش في المستوى، تلقى هدفين، الشوط الثاني حاول كان احسن، حاول بطاقه حمراء هذا اللاعب غلام، تعدى على اللاعب الغيني، اذا بطاقه مجانيه على كل في نهايه المباراه. احنا قلنا الامور حسمت، صح يا حسمت، ولهذا قلنا احنا عناصر المنتخب الوطني لعبوا بنوع من النرفز لاحظناهم، يعني الشيء اللي صعب عليهم انهم يتحكموا في الكره. لما تشوف هذه يعني هذه يعني الكومبورتمون هذا تاع اللاعب غلام، يعني ماهوش مسموح، احنا نشاهدوا هذه ضرب اللاعب بالكره، يعني هذه ماشي يعني طبعا لاعب محترف، تصرف غير مقبول، تصرف غير مقبول من طرف لاعب تاع فريق وطني ولاعب محترف يلعب في فريق نابولي، نظن هنا فريق المدرب مطالب